في مدح رسول الله. حاضر. هقول حاجه حلوه. ماشي. انا اقول حاجه حلوه. قول عجب بس الفا بس سمعوني فا. عجب فا. سلام يا سلام يا سلام. يا رب فكت سنة فكت إلى الملك إلى الملك القوي شكوت ضعفي إلى المحصي لما أبدي وأخفي رفعت له أكفي إلهي قوم الإيمان قلبي إلهي وامحو بالغفران إلهي قد دعوتك يا كريما لتهديني صراطا مستقيما وتنزلني فسيح جنان عدن وتجعلني بروضتها مقيما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اذكرها وانت ماشي لا إله إلا الله اذكرها وانت ماشي لا إله إلا الله لا يلهيك أمثالك لا إله وحي قلبك القاسي وحي قلبك القاسي وحي قلبك القاسي بلفظ الجلالة لا إله إلا الله طب علينا يا تواب لا إله إلا الله واجعلنا للخير أسباب لا إله إلا الله طب علينا لا إله إلا الله واجعلنا للخير أسباب لا إله إلا الله لا تغلق في وجهي باب لا تغلق في وجهي باب لا تغلق في وجهي باب يا أكرم الأكرمين لا إله إلا الله سترك لا تعرينا لا إله إلا الله طب علينا وهدينا لا إله إلا الله من سترك لا تعرينا لا إله إلا الله وقدمنا لك نبينا في الأخرى يشفع لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله اجتمعنا فيها داخل شبكة تلفزيون الشمس. بشكر نجمنا الكبير المتألق صديقي العزيز علي الهلباوي على هذا الحضور المشرف، نورتنا وشرفتنا وكل سنة وانت طيب ودايما نلتقي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكر الأستاذ المحترم وصديقي العزيز المنشد الأول في إبداع والموهوب جدا وربنا يكرمه دايما صديقي أسامة علام، بشكرك أسامة شكرا جزيلا شكرا. وأيضا تحية خاصة لكل الكورال، تحية خاصة ليكم بصراحة، أنا عارف أنكم يعني شغل دائم بسم الله ما شاء الله إن شاء الله. أستاذ الموسيقيين بشكركم شكرا جزيلا.
فضيله الشيخ طه البنا، نورتنا وشرفتنا يا مولانا، وسعدنا بتشريف فضيله العلامه شيخنا الجليل فضيله الشيخ منتصر الاقرت مبتهل مصر الاول. وشكرا لجيمي في الاخراج وكل فريق الاخراج، وشكرا لمحمد الالفي وكل فريق الانتاج في القناه، وشكرا جزيلا. ما بيديش فلوس ده على فكره، اسحب التسقيفه. محمد الالفي يعني تعب معانا جدا. شكرا لمهندس الصوت والمكسر، بشكركم شكرا جزيلا. مهندس الشام في الصوت والجبالي المحترم والمكسر، تعبناكم جدا. شكرا لكل المصورين اللي معانا، شكرا جزيلا لكم بكل واحد باسمه. شكرا للاستاذ اشرف الشامي، وشكرا لمدير التحرير والمشرف على اعداد هذه الحلقه الاستاذ خالد حمد الله. والشكر موصول لحضراتكم، والتقيكم دائما في حب رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.